الاهلي القمه. اسمع على مسمى، والله العظيم حاجه امبارح كانت يعني تدعو للفخر، ما اقولكوش بجد. انا عارفه ان حضراتكم جميعا اكيد تابعتونا والاحتفاليه المشرفه يعني من خلال قناه الاهلي، لكن مشهد هناك حاجه تانية. اللي احنا شفناه هناك حاجه تانية بجد. قد ايه كنا سعداء، قد ايه كان عندنا فخر بجد بالنادي الاهلي. ان انت مش بس فكر، او يعني فكره ان انت بتحب نادي وبتنتمي ليه وبتشجعه فانت فرحان عشان هو بيفوز وعشان هو بطل افريقيا وعشان لا، انت حاسس ان انت جزء من هذه الاسره، انت حاسس ان انت جزء من هذا الكيان، انت حاسس ان انت فرد في العيله اللي بتحتفل. يعني احنا كاننا اسره كبيره كده وبنحتفل بفرد عندنا نجح مثلا او اخذ مركز كبير جدا في الدوله، او يعني ادي اي مثال. بجد امبارح كانت حاجه مشرفه.